تن تن انتم هنا، السلام عليكم. في فيديو جديد اليوم، الحلقة الأولى من والله ما أعرف شو أسمي أم السلسلة هذه، ما أعرف. أوكي، وطبعا رجعنا لكم بعد ما تضبطت المدينة، صار في شارع زي كده في أصوات مزعجة، صح؟ أيوه في أصوات مزعجة. أيوه هذا السلم، إخوان مجهزين عشان تشوفون. بس ناخذ السلم يا أخي، مبينة بس من هنا محطوط قمامة، يعني محتاج. بعت كل الأشياء هذيك، شوفوا إيش جبت. تقريبا نفس الثمن، جبت بيه كل شيء. ركبت أضواء هنا في أول إشي، هذه غرفتي، وهنا اللي لسه ما عرفنا أي إشي عنه. حتى الأكل مو عندي، اللي كان عندي في الحلقات السابقة ما أعرف فين راح. أتوقع إنه هذا إشي حقول لكم عليه، قريت عليه في الكتب، هنا راح أقول لكم عليه. أيوه هذا تعرفون إيش؟ احذروا احذروا، كتاب طبخ. بتعلم طبخ يا أخي عادي. هذا راح أحطه زي كذا، راح اسوي له زي كذا واحطه. زي كذا ايوه. طيناه الحين صار حلو. اوكي طبعا انا افكر اشتري قطع عشان اربيها. شوفوا هنا اللي لسه ما وريتكم اياه، لا يعني حلو حبتين. اوكي الموضوع اللي ابي اقول لكم عليه، انه قريت عليه انه في بوابات زمنية، فهمتوا؟ انا اتوقع انه جابتني بوابة زمنية هنا، او ما اعرف زي كذا، ما اعرف ايش. وهنا ما في ولا سكان ولا اشي، ما اعرف ليه، يعني ليه هذا العذاب؟ كل مرة يجيبوني مدينة ما فيها سكان، الاقل هذيك المدينة كان فيها ساكن واحد. اوكي زي كذا نطلع من السفينة، نجي من هنا. شوفوا ما اعرف كيف صارت هذي، السينما دخلت في اليخت. اوكي شوفوا هذي، هنا موجودة المدرسة وزي كذا. هنا ما ينفتح الا لازم يكون عندك كارد، انا متوقع، لكن حين انا فتحته لانه ما في حراس امن، يعني شوفوا. لكن ابي اعرف كيف ينبنوا هذه الاشياء، يعني معقولة تكون البوابة الزمنية حقيقية؟ لانه ما في ولا واحد هنا، حتى في هذاك في الدولة الثانية نفس الاشي صار. اوكي اليوم بكل بساطة راح نحاول نعيش حياة عادية، لانه الاشياء اللي تصير لنا وحدها جنون. ايوا تذكرت شيء، ما انا كنت جايب معاي بي سي توني تذكرت الايش خليت، لا مو هذه الغرفة، في مكان خليته هذا، هذيك الغرفة حقت الجيم. انا عندي قمامة زي كده، فين كنت ابي احط البي سي؟ كان حطه عند الجيم، مو مشكلة. مشكلة فوق ايش راح احطه؟ هذه هي المشكلة، لو تتذكرون هذا اللي ساعدنا عشان اشيل هذوك اللي كانوا هنا. عدلت شويتين على البيت. مشاكل مرة، نحاول اتك شويتين. ما افضل تكي فوق الكنبة. تصبحون على خير. ايش هذا؟ قلت احس نفسي ما اعرف ايش صار بيا، احس انه صار في اشي هيك غريب ما اعرف كيف. خلص عرفت فين راح احط البي سي، مؤقتا راح احطه هنا. طبعا ما راح احط الحين الراوتر لما اشوف كيف راح اسويه. زي كذا ما في انترنت،
ما في زي كده، مو زي كده، ننزل شويتين. هذه هي المشكلة، لازمنا ماوس. وقلت لكم في الحلقة اللي عندي ماوس واحد، ولكن فيه الكليك يمين على متوقع. ايوه الكليك يمين ما يشتغل، شوفوا كيف يلقلق. ترى انا ما قاعد احركه بالماوس، قاعد احركه يعني بالماوس اقصد. خربان زي كده. اخي ايش هذا؟ عذاب مع الميدل بطل. اخي يعني ايوه انستل فهمت المشكلة. اوكي مو مشكلة، الحين صار عندنا تطبيق الرسائل. ترى بما انه في، لو كانت البوابة الزمنية اوكي. ترى هذا هو اسمه الحقيقي. خلص زي كده، ادخل ريجستر. سبحان الله، لا 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 لا، ابي ابدل انا. ببدل اسم الايميل، مو مشكلة. الحين اعطيني البي سي شاني، راح اسوي اشياء. انا اقول ما عندي ايش راح اسوي. ايوه يا اخوان، مين يتذكر شو اسمه هذيك الفراري اللي شفناها؟ اتوقع فراري، نسيت فراري ايش. وتكفى قولوا لي في التعليقات ايش تحبون اكثر، انه العب كده الحواف حق البي سي بانو، ولا العب فول سكرين زي كده. تبون العب فول سكرين ولا ايش؟ لحظة، عندنا مشكلة صغيرة. شيل هذا. شت، سوينا مرة مشكلة، سوينا مشكلة من جد. اخوان جبنا ام العيد، بيوريكم الفول سكرين في الاخر. طلعونا من اللعبة ووقفت التصوير، مو مشكلة راح اركب هذا الفيديو مع شو اسمه، حاول يعني. وعشان ما يطول الفيديو، اتوقع انه كان مرة طويل، راح ننهي هنا الفيديو. وكلمتنا المشهورة هي Peace.